احنا جبنا الداتا بتاعت العربيات اللي هي الريس كار او اللي هي السوبر كار زي ما بيسموها ونزلناها، فبقى جاء الجهاز متقبل ان هو يشوف العربيه ويبدا يتعامل معاها. تابعي ممكن تساعدني هنا في تركيب التارجت؟ تابعي في فريق زمزم. تابعي بقى فريق منافس لينا. يعني هو مش معانا في الفريق ومع ذلك موجود معاك طول الوقت، موجود معانا وبيساعدنا. هي دي الروح الكويسه اللي بتعمل مجال كويس. يعني انت بتبقى رايح سباق، انت مش رايح مشحون او مضغوط، لا انت رايح تقابل صحابك وتتبسط وتركب عربيتك وتعمل احسن نتائج وتاخدهم تتغدى معاهم وتروح. دي كلها عربيات لفرق مختلفه او افراد من فرق مختلفه؟ ده فريق ثالث خالص. الفريق برضو احنا اللي بنبني له عربيات، وبالعكس دي كانت عربيه من عربياتنا قبل ما هم ياخدوها العربيه. الانجن اتغير خالص، حطينا انجن 2.0 لتر توربو، هو دلوقتي ما شاء الله بيهت ال 460 و 470 حصان. بنشيل اي حاجه ممكن نخفف بيها العربيه. العربيه دي غريبه جدا، تعتبر اقوى عربيه ايفو موجوده في مصر. اهم حاجه تميز العربيه لو بصيت هتلاقي العجل مقلوب خالص. العجل مقلوب خالص ده لبره. وده السيتنج بتاع الدريفت، ان انت على قد ما بتقدر بتفتح العجل قدام وبتقفله ورا عشان العربيه تتزحلق. طبعا العربيه دي شويه فريده من نوعها عشان العربيه دي كلها كربون فايبر، دي مواصفات اف اي اي عشان السباقات الهوموليجيشن الاتحاد الدولي. ما ينفعش يبقى فيه ازاز، فلازم يبقى ده لتامين السائق ولا علشان وزن العربيه؟ بالظبط. والعربيه طبعا انت بتبقى ماشي بسرعات عاليه جدا في طرق وعره، ممكن توصل ل 230 و 240 كيلو، فوارد ان العربيه تعمل رول اوفر او تتقلب. العربيه اللي هنوريها لكم دلوقتي، العربيه دي واحده من وسط ثلاث عربيات بيتعملوا في العالم، بنعمل لها فول كونفرجن، بتتقلب جر رباعي. المنتج النهائي اللي انتوا شفته في عربيه امين هي دي المراحل بتاعته. فطبعا مراحل مرهقه جدا، وطبعا كل دي مصاريف. اهم الحاجات اللي بتفكر فيها وانت بتبني العربيه علشان تطلع في الاخر سبورتس كار. اول حاجه بفكر فيها الامان، ان يبقى عندك فرامل كويسه، يبقى عندك ستيرنج، يبقى عندك سسبنشن، والحاجات اللي بتحميك ساعه الحادثه زي رول كيج، زي احزمه امان، زي كراسي وهكذا. قد ايه اعرف اطلع له باور سيف بدون ما يخسر الحاجه اللي هو صرف عليها؟ فكل ما الكوست بتاعه قل، كل ما فرصه بيعه والمكسب فيه او على الاقل تعمل ريتيرن انفستمنت بتبقى اسرع شويه. اضفت قد ايه لرياضه السيارات في مصر؟ بدون التعديلات مش هيبقى في عربيات قويه، فمش هيبقى في كومبيتيشن. يا اما انت بتضحك على نفسك، يعني انت النهارده واهم نفسك ان في عربيات قويه، اول ما بتطلع بره بلدك بتتصدم، وهي دي اول حاجه حصلت لنا. فعلا حسينا احنا قد ايه بعيد عن رياضه السيارات. دلوقتي لما باجي اقارن نفسي بالبلدان اللي حواليا، لا الحمد لله انا اذا ما كناش على نفس اللاين انا يمكن خطوه واحده بس ورا. سبب نجاحك ان انت بتستثمر في زمايلك واصدقائك؟ انا الاول كنت بجرب فيهم، بس هو الحمد لله ما فيش حد فيهم عمل بروجكت الا الحمد لله لما جه يبيعه عرف يبيعه كويس خلاص، وده اللي بيشجعه ان هو يعمل عربيه تانية. خالد صاحب العربيه دي هيت يمكن دي خامس او سادس عربيه لي هنا. هم خلصوا ضبط زوايا، هننزل الجهاز وهبدا اخش اعمل شويه تيوننج وندور ونطلع على التراك بقى ونجرب الاداء عامل ايه، وانت اللي تقول لي بقى، يعني انت اللي تقول لي في فرق ولا. طبعا زي ما انت شايف، لا العربيه طبعا بقت ايجابيه جدا في الملفات والتحكم. يعني في تراك زي ده بتستهلك كم اطار؟ والله ممكن على حسب، لو هو 1 راوند ممكن تستهلك الاربع اطارات كاملين، يعني لو اكتر من راوند هنعتبر ان كل راوند بيبقى له اربع فرق كاوتش. وانا ممكن اجرب اسوق؟ طبعا.